حياكم الله اعزائي المشاهدين، مستمرين وياكم فقراتنا لهذا اليوم، وضيفتي صارت موجوده شذى الخياط للمره الثانيه، اخصائيه نسائيه وتوليد. حياك الله. اهلا وسهلا وشكرا على استضافتي مره اخرى من صباح الشرقيه. نتشرف بيك اكيد. شكرا دكتوره جزيلا. دكتوره، خلينا بدايه نتكلم عن موضوع ممكن يكون شائع وممكن يكون هوايه تعرضوا اليه واسمع به اني يعني هوايه، اللي هو تكيس المبايض. خلينا نبدي بشنو اعراضه او شلون يصير. نعم، شكرا جزيلا على فتحك لهيجي موضوع ولو شائك ومعقد، وما اعرف اذا اقدر راح اختصره بهالوقت. يعتبر التكيس مال المبايض، ولو هو التعبير العربي مو كلش دقيق من علميا، اكو مفردات عربيه لا توحي بالعلميه. اكو هناك الكيس في المبيض، يتكون الكيس اللي هو يكون حجمه اكثر من 3 سنتيم، وقد يحتوي على دم، وقد يحتوي على سائل بسيط، وقد يحتوي على مادة هلامية، وقد نوصل حتى للأمراض المسرطنة. وأكو التكيس اللي هو يفضل أنه نسميها حويصلات وليست أكياس. تمام. التكيسات، تكيس المبايض هو أكثر مرض هرموني شيوعاً، وخصوصاً في مراكز الخصوبة. هسه تلاحظه أي مركز خصوبة تروح له الآن تلقي نسبة عالية من النقط، توصل إلى 70% من النساء اللي يكونون عندهم هذا الخلل الهرموني. هو بصورة عامة له جدا علاقة وثيقة بهرمون الإنسولين. كل هرمون في الجسم هو عنده هدف يطلع ليس اعتباطا وعشوائيا، عنده هدف مثل المسدس من تطلق على هدف معين. يسموه التارجت اورجن او العضو المستهدف. اللي يصير عند المريضات اللي عندهم تكيس بالمبايض، انه تجي مثلا تدخل على حي الله عياده نسائيه، تقعد بالاستقبال بين المريضات، تشوف كذا سيناريو مال المريضات. القصه الكلاسيكيه، جايه ويا بنوته مراهقه بعمر يعني متوسطه ثانويه، من تدرس تباوعها من بعيد تشوف انه عندها تقريبا يعني اكثريتهم زياده بالوزن. تمام. تباوع، اكو منطقه الشارب والذقن بها شعر زائد في اماكن، وقد يكون بالجسم كله. والبنية يعني حاضت اول استحاضه صارت عندها بالبدايه بلغت، ووراها بعد شهرين ثلاثة ستة يلا تشوف الحيض أو تشوفها نقطة واحدة أو قد ما تشوفها. السيناريو الثاني، قاعدة بصفها همينة، شابة موظفة غير متزوجة، وهمينة تلقي عندها زيادة بالوزن أكثريتهم، وقد تكون همينة عندها خربطة في الحيض، تأخير أو تقديم أو يعني حي الله. يعني خلينا نقول هذا التشخيص البداية اللي أول ما تشوفيها، يعني هذا كأنت قاعد بعيادة نسائية ودا تلاحظ السيناريوهات. حلو. وقد تشوف أخرى لا، متزوجة كذا سنة، خلينا نقول همينة شابة ومتزوجة سنتين ثلاثة 12 سنة، ومدى تفلح بأن تنجب طفل أو حتى تنجح أنه يكون عندها طفل. تمام. حمل عفوا. السيناريو الرابع، قد تجيك مرضى تنجح أنه يكون عندها حمل بس دا تجهض إجهاضات متكررة. تمام. فهذه السيناريوهات هي اللي تشوفها في صالة الانتظار، وينفتح الكلام وينفتح الحديث بين المرضى أنه أنا عندي تكيس مبايض، والأخ تقول أنا هم عندي تكيس مبايض. إذا شنو هالخربطة هذه الهرمونية اللي دا تشوفنا كذا عرض وكذا سيناريو. ولهذا تسمى متلازمة وليس مرض. المتلازمة المفردة العربية هي عبارة عن أعراض وعلامات، يعني أعراض المريض يشكي منها وعلامات الدكتور يبحث عنها حتى يشخص بها هذه المتلازمة. فهو مو مرض، يعني مو تقول التهاب لوزتين مسبب بكذا بكتيريا علاجه كذا وكذا، لا، هو مجموعة طيف من الأعراض تبدي مثل ما قلت لك بالجوهر مالته هو خربطة في وعشوائية في هرمون الإنسولين. تمام.
إذا تجي على الأساس الأساس به هو أنه إذا تتخيل السطح مال الخلية، الخلية بها كذا خلينا نقول 20,000 شباك، كل هاي الشبابيك بها قفل، وكل قفل من عندها ما يفتحها غير الإنسولين اللي يجي من البنكرياس. تمام. بالإنسان العادي يجي الإنسولين يقعد على القفل، يفتح القفل يقول للجلوكوز تفضل ادخل سوي لي طاقة. هسا أنا من أحرك إيدي هذه يراد لها طاقة، هذه عبارة عن طاقة متكونة من الخلايا اللي تسويها بالميتوكوندريا حتى اللي بمساعدة الإنسولين دخل لي هالجلوكوز. ممتاز. جماعة تكيس المبايض شو يصير عندهم؟ يصير عندهم مقاومة أو عدم حساسية لمادة الإنسولين، يعني يقعد الإنسولين على الشباك اللي بيقفل بس ما يفتح القفل. فيصير إنه الجلوكوز عالي بالدم، ويصير هرمون الإنسولين أيضا عالي بالدم. فهذه الخربطة وهاي اللخبطة تخلي الإنسولين الحر اللي بالدم راح يروح على المبيض، راح يروح يشتغل على غير أهداف، راح يروح للدهون مال الجسم وراح الأديبوز تيشو، وراح يروح اللب المبيض راح يخرب هرمون الاستروجين اللي هو المرة ما تكون مرة إلو ما هرمون الاستروجين، يعني هذه المرة بشعرها الناعم وبشرتها اللي تفرق عن الرجل وتراكمات الدهون اللي بجسمها حول الحوض والصدر، وهذه ما تكون مرة إذا ما عندها استروجين. هذا الاستروجين بكمية قليلة راح يتحول إلى هرمون ذكوري اللي هو التستوستيرون. هي هاي المشكلة هناية. فتبدي عاد بس هذا يطلع شعر وهاي الأمور وكليتها. هذه ما تتخيلها أنه حي الله تروح تسوي تيست واختبار بمختبر وراح يلقيك إياه. هذا بأجزاء النانوغرام. تخيل بأجزاء النانوغرام راح يتخربط هذا الأمر، فيبدي تطلع هذه الأعراض وتبدي من الشعر وخربطة الحيض وإلى عدم الإباضة إلى الإجهاضات المتكررة. وتبدي عاد حتى صلع اللي هو يشابه صلع الرجال من قدام، المرأة محظوظة في صلعها حتى. صحيح. من يوقع شعرها يوقع من كل مكان بالرأس، بينما الرجل بس بالباسبورت اللي قدام. فيصير عندها هذا النوع من الصلع، وبعدين يبدي الدهون تتركز بالأكتاف وبالهذي تصير يعني الماسكولينايزيشن اللي يسموها المنظر الذكوري، وتوصل مثل الطيف الشمسي شلون من الأبيض إلى الأسود الداكن. فتشوف يعني تصعد بالدرجات، كل هذا بسبب الدهون المتراكمة في الجسم. يعني الأصل بي هو عدها البذرة، بس هي من دزايد وزنها تخرب الأمور كحالة حال أي مرض. مثلا عندك ضغط، إذا جيت وأكلت ملح راح تظهر، بينما طبعًا إذا سيطرت على أكلك راح تكون مسوي له كنترول. طيب على طار الأكل، هل فد خلينا نقول أكل معين للوقاية من هذا المرض؟ هو العنصر الفعال والوحيد قد يكون في علاج تكيس المبايض بالنسبة للمرأة اللي عندها هذا التحدي هو الغذاء. تمام. اللي الغذاء مع المرأة اللي تشخص أنه عندها تكيس مبايض مو رفاهية، وإنما هو يعني فتشي جاد جدا، لأنه أحيانا إذا نوصل الإكستريم اللون الداكن من التكيس المبايض هي عرضة إلى الإصابة بأمراض جادة مثل السكري من النوع الثاني اللي هو ما يعتمد على الإنسولين، وحتى سرطان الثدي وسرطان الرحم. إذا يعني هاي البحوث مو وإحنا ما نريد نفزع المريضات، بس هذا أكو نسبة حتى ولو قليلة بس هي عرضة لهذا الشيء إذا ما انتبهت على ما يوضع في فمها. فالتحدي الأكبر لها هو بما أنه إلى علاقة بالإنسولين، فهو السكر الأبيض والدقيق الأبيض. طيب هذا التخلص من عنده عن طريق الأكل أو مثلا تدخل جراحي؟ هو العلاج إذا جينا نفتح ملف العلاج مال تكيس المبايض كذا خط يمشي يد بيد. يعني 70% من العلاج هو الغذاء أولا، تقطع السكريات الريفايند شوجرز المحليات الاصطناعية اللي هو السكر الأبيض والنساتل
ما عدا الشوكولاته الداكنه الدارك شوكليت اللي هي يعني الدراسات تقول انه بيها فائده، بس طبعا اذا تاكل حتى شوكولاته داكنه كثيره همينا خطا. هو سي الفكره دكتوره انه الدارك شوكليت ممكن بعض المصنعين لما يضيفوا له اي اضافات يكون بس هو الدارك شوكليت، ما بي سكريات، ما بي يعني، هذا حتى ينصحوا للناس اللي مسويه دايت. نعم هو هذا يعني هسه اثبت انه الدراسات انه لها علاقه كلش بال حتى بالانجاب وبالسيطره على السكري والسيطره على الضغط وهوايه مسائل ايضا كثيره. فمثل ما قلت لك الغذاء اولا، يصفى اكلها تعتمد على الخضروات حتى الفواكه، مو الفواكه هي صحيه وشيء صحي بس بيها هوايه شوكريات. يعني تاكل هي طبعا الفواكه اوكي تاكل بس بنسبه معتدله خلينا نقول، اي اللالنجي البرتقال الموز الناضج هذا لازم تقلل من عنده، العنب لانه هو كله مصدر للجلوكوز. يصفى اكلها خضروات الصحن مالتها اكثرها خضار لان بيها فايبرز، والفايبرز الالياف هي اللي تمتص الشكر والسكريات الغير جيده وتخليها تمشي على نظام الامبلسز، النبضات اللي تطلع مال الانسولين تكون معقوله وما تتحول الى هرمون التستوستيرون في النهايه. اكيد طبعا دكتوره، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك، وان شاء الله لنا مواضيع اخرى ولنا استضافه اخرى تعبناك اليوم. لا بالعكس، شكرا لحضورك، نورتينا. اهلا وسهلا، اهلا ومرحبا.